المهندس نجيب ساويرس احد اهم مؤسسي حزب المصريين الاحرار. مهندس نجيب اهلا بيك. ازيك يا وائل؟ ازي الحال؟ الله يخليك. اهلا بيك مهندس. واضح انه في يعني في حالة حزن شديدة عندك وانت بتتكلم عن اللي حصل داخل الحزب، خاصة انه بالتأكيد وانت بتؤسس مع مجموعة حزب المصريين الاحرار كان عندك امال واحلام مختلفة يعني. فضل. طبعا كانت احلام مختلفه، كانت حلم ان يبقى عندك حزب ليبرالي حر ديمقراطي بيؤمن بالحريه وحريه الراي وحريه التعبير وحريه التظاهر وحريه المجتمع المدني، وكل اللي انضموا للحزب انضموا عليه على هذا الاساس وبالاقتصاد الحر. ما كانش املنا ابدا ان يقول الموقف بالحزب ان يبقى النهارده حزب اشبه بالحزب الوطني يعني. انت شايف الحزب تحول الى حزب وطني جديد؟ طبعا للاسف يعني. طيب مهندس نجيب، هنا هل تعبير ان الحزب اختطف ده تعبير صحيح؟ طبعا صحيح، لان شوف يعني المساله، اول عشان اشرح لك الموضوع، اولا انا كنت اساسا خلاص عازف، انا اساسا دخلت العمل السياسي ده وعملت حزب مصريين الاحرار لان بعد ثوره 25 يناير تصورت ان الثوره دي، لما كنا بعض مع الشباب في الثوره كده يقول لك احنا الشعب يريد اسقاط النظام. طب يا عم اسقطت النظام وبعدين ماذا بعد الاسقاط؟ مش نبني بقى البلد ونشوف حالنا ونوظف كده وعشان نتحرك في اطار سياسي مظبوط، المفروض تكون حزب، تعالوا يا شباب نعمل حزب. الشباب كتير جدا منهم اللي احنا مش بتوع سياسه وبتاع، احنا عملنا اللي علينا واسقطنا النظام. طب وبعدين؟ انتوا سبتوا الجو كده، هيجي ما فيش غير جماعه واحده منظمه هي اللي هتستولي على ناتج هذا ناتج هذه الثوره اللي هي جماعه الاخوان المسلمين. وده اللي حصل، فانا قصدت ان يكون في تيار ليبرالي او حزب ليبرالي يتصدى للفاشيستيه الدينيه دي ويقول ان مصر مش كده وبتاع ويبقى جاهز. فعملنا الحزب ده على المبادئ اللي شرحتها لحضرتك دي، مش عشان يجي النهارده يبقى نفس الحزب ده هو اللي بيتصدى لقانون الجامعات الاهليه ويوافق عليه وهو قانون معيب مش كامل، ويتصدى احد اعضائه عشان يعمل مساءله الصحفي عشان بيقولوا عليه ان هو تجاوز ومش عارف ايه، وطرد اعضاء من مجلس الشعب عشان مواقفهم يعني قانون الازدراء الايام بدل ما يتبنوه يعادوه يعني مواقف كلها. قانون الخدمه المدنيه حزب ليبرالي بيصوت 60% من اعضائه ضد قانون الخدمه المدنيه، يبقى حزب ليبرالي منين ده ومع اقتصاد حر منين يعني واحنا ما كانش بيني. ومع ذلك انا ما كنتش داخل خلاف مع حد، انا خايف على الحزب من هذه الخلافات. المشكله الطرف الثاني اللي هو مش خايف يعني، هو مش تعبان فيه زينا يعني، فاهم ازاي؟ فاثر ان نخش معركه زي كده وهي معركه خسرانه لان بتخسر الحزب، هو بقى الحزب فعلا ما كانش دخلنا في المجال. طيب هل تعتقد انه يعني كان زمان قبل الثوره بيحصل، انا عايشت انه لو كانت السلطه عاوزه تحدث، عاوزه يعني تخطف حزبا يعني، او عاوزه انه تغير اتجاهه، فكانت بتلعب في لعبه الانقسامات، لما نعمل انقسامات وبعد كده نعلن انه الحزب اصبح تابعا لهذه المجموعه يعني. هل تعتقد انه بعض الجهات في الدوله كان لها دخل في تغيير مسار حزب المصريين الاحرار بهذا الشكل؟ شوف انا ما اعرفش يعني الحته دي، لكن اللي اعرفه ان الراجل ده ما عندوش من قوة الشخصية أو الإرادة أو الذكاء أو الدهاء أو يعني القوة اللي تخليه يروح يعمل حاجة كده من لوحده يعني، لأن هو يعني ما هو ما حدش يعرف له يعرفه ولا وراه شغل يعني. أنا راجل النهارده لو أنت تقول لي يعني أنا مش عايز أشكر في نفسي ولا أقول حاجة، بس الحضور النهارده بيشهد بمحبة الناس على الأرض. لا الراجل ده أنت بتتكلم عن علاء عابد ولا الأستاذ عصام خليل ولا عن مين؟ الاثنين يعني، واخد بالك؟ فبالتالي لا اعتقد ان هو يجرؤ ان يتحرك التحرك ده كده وهو فاكر نفسه لوحده، لانه عارف هو ده هيخش قصاد مين يعني. ما اعرفش، ما عنديش بقى دليل وما اعرفش، مش عايز القي اتهامات كده في الهواء يعني. طيب المجموعه بتتحدث وكانه يعني هنا الحديث عن انه على المهندس نجيب ساويرس ان يعي جيدا انه فكره اللعب بالنار مع الوطن وفكرة الارتباط بجهات خارجية يعني ما هو في اتهامات ثقيلة مهندس نجيب. والله اللي عنده حاجة يطلعها يعني، ما هقول له ايه يعني، بس بقول لهم يعني عيب ولموا نفسكم، لان اللي بيته من ازاز ما حدش الناس يعني. انا راجل معروف في اصلي وفصلي، معروف على مواقفي كلها، واللي عنده حاجة يطلعها.
واللي يسجل مكالمات بيقول لك سجلت له مكالمات. اولا يعني انت المفروض دارس قانون وتعرف ان واحد يسجل لواحد من غير اسمه ده اجراء مخالف للقانون. فهو لو ونمره 2 لما تطلع المكالمات لو انت هو قال انا عندي 3 مكالمات مع المهندس لما يطلعهم اولا يعني شوف شوف الذكاء. في واحد في الدنيا يعترف على نفسه انه بيتجسس على الناس وبيسجل لهم مكالمات مليون ده اجراء يعمله واحد يعني اقول لك ايه بس مش عايز اعيب فيه يعني كفايه اللي هو فيه يعني. طيب يعني ده الاستاذ علاء عابد لو عنده اي مكالمات يزيحها يعني بقول له زيع اللي عنده. طيب انت كمان حتى ابديت اندهاشك من ان الاستاذ علاء عابد كمان يكون رئيسا للجنه حقوق الانسان في مجلس. لا مش اندهاش مش اندهاش اعتراض. اعتراض اعتراض طبعا. انت النهارده ما ترشح واحد للجنه حقوق الانسان هيطلع يقابل منظمات دوليه بره ويزور برلمانات وكده فيروح الناس دي قبل ما بيجي لها اي حد بيعملوا عليه استقصاء مين ده واصله وفصله طيب يروح يدوروا عليه لقوا ان عنده انه كان متهم في قضيه تعذيب وهو ضابط شرطه يعني. هل هو ده الاختيار الامثل؟ انا المفروض كحزب يعني ابقى فرحان قوي ان واحد من عندي بس لجنه يعني واخد بالك؟ بس انا كان عندي اكتر من واحد يصلح لهذه اللجنه يعني. مش لازم واحد يجيب لنا الكلام بعد كده. ما حدش هيصدقه ان هو بيحب قوي حقوق الانسان وراح يحميها يعني. طيب الحديث انهم استندوا الى اللوائح والقواعد التنظيميه داخل الحزب وبالتالي هم المشروعية الحقيقية يعني. اللي يقول كده لجنة شؤون الأحزاب مش هم، احنا هم قدموا ورقهم واحد واحنا قدمنا ورقنا. هي تقول. طيب سؤالي الأخير مهندس نجيب، البعض طبعا هيندهش لأنه بالتأكيد المهندس نجيب ساويرس هنا يعني أسس الحزب مع مجموعة وأنفق عليه كثيرا يعني في حملات انتخابية وغيره. لما تلاقي كل ده بيضيع بهذا الشكل انعكاسه بيبقى ايه؟ يعني انفقت من الوقت والجهد والمال في حزب ارتبط اسمه حتى بالمهندس نجيب ساويرس، فجاه استيقظت ولم تجد الحزب اصبح تابعا لك. ما ده اللي بحكي لك يعني. انا اسالك حاجه بكل هدوء، انا بكلم الناس كلها الدولة والشعب والأنظمة ونفس الناس دي، هل من المعقول إن واحد في كامل قواه العقلية وهو راجل يعني لا مؤاخذة يعني ما أعرفش إيه يعني قوته يعني اللي تخليه يتصور إن هو ممكن بعد كل المجهود اللي مش أنا بس حطيته، الآلاف من الولاد والشباب اللي معايا واللي مؤمنين بالفكر الليبرالي والمجهود اللي حطوه في الحزب ده وأنفقوا مالا وجهدا وكل شيء عشان يعملوا حزب محترم، ان هو يجي كده في حفله كده كان المفروض راح يصوت على التعديل اللائحه يقول لك بالمره نشيل مجلس الامنا وراح شايله. هل كان يتصور هل ده شخص ذكي انه يعمل حاجه زي كده؟ هل ده شخص يتمتع ايضا اللي بيع مؤسس الحزب وما بيع اي حد؟ طب مين هيثق في حزب او في رئيس حزب بعد كده باع المؤسس؟ تصور يعني انا مثلا زي الدكتور رئيس حزب الوفد لما دكتور سيد بدوي يعني. احنا بنتنصل من سعد زغلول ومصطفى كامل، فلو ما لهمش محل احنا هنلغي مساله مين اللي اسس الحزب ده ومجلس الامناء والكلام ده. فهل ده يصح؟ هل ده شخصي واحد ممكن الناس وللعلم عايز اقول لك حاجه يعني الناس بتحكي لي ان في جوه نفس البرلمان يوم عملوا العمليه دي الناس بتتريق عليهم ايه اللي عملتوه ده؟ ما اللي يبيع مؤسس الحزب يبيع اي حد يعني. يعني اللي يخون ويبيع مؤسس الحزب بالظبط. ايوه هو زعلان ان انا لقبت بيهوذا. لا هو يهوذا العصر طب حد يعمل كده؟ انا عمري ما قصرت معاه ووثقت فيه وكده بس بتحمل مسؤوليه. انا اول حاجه قلتها في المنطقه انا المسؤول عن هذا لان انا وثقت في شخص مش المفروض اوثق فيه بس انا شخصيتي للاسف كده انا ما بحبش اخون يعني. بتدي اللصق بس هما بيردوا على ده ويقولوا الحزب ليس عزبة للمهندس نجيب ساويرس ومش معنى انه انفق عليه. انا هشاهد على علي رئيس الحزب السابق دكتور احمد سعيد ومداخله مع لميس الحديدي قال لها بصي انا باشا شهادة حق عمر ما المهندس نجيب اتدخل، احنا عمرنا ما اتدخل. دور مجلس الامناء الاساسي انه مجرد انه يراجع اداء الحزب مع المعايير والمبادئ اللي قام عليها. حزب ايه الليبرالي ده اللي بدل ما يتبنى قانون الازدراء الاديان يرفض انه يتبنى، بدل ما يتبنى جمهوريه الاهليه ويصلح الباقي بالعكس يؤيده وهو غلط. يعني حقوق انسان يجيب واحد متهم بالتعذيب يعني هو ده الحزب اللي عملناه.
طيب ال 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 بس انا مش شخصيه، انا مش ممكن ابقى في خلاف شخصي مع راجل رئيس الحزب ده، لان مع احترامي ليه يعني هو فين وانا فين يعني، مش ده اللي انا هروح اختصم يعني، حتى الخصومه ليها شرف يعني، مش ده اللي ادي له شرف الخصومه، مساله مساله مبدا بس يعني. انت زي ما انت قلت تعبنا وعملنا وصرفنا وكل ده عشان في الاخر نطلع نعمل حزب وطني. اصل يعني عايش ده خطهم حملات انتخابيه عاتية وقاسية في بعض الدوائر وتحاربنا وأحدثتم توازنا في مواجهة التيارات الدينية الفاشستية ومع ذلك كل ده بيضيع يعني. بص انا عايز دي رسالة للدولة، الناس دي اللي انتوا بتعتمدوا عليهم اللي هي ملهاش يعني اللي يمين يمين شمال شمال واللي ملهاش رأي ومش عايزة تبقى بتؤدي أداء إيجابي، يوم الجد مش هتلاقوهم يعني، خد بالك ازاي انا بقول لهم كده، ازاي ما حصل مع حسن مبارك بالظبط، ما قال لك انا عندي انا حزب الوطني و5 مليون واحد ومش عارف ايه اعضاء في الحزب الوطني وخليهم يتسلوا وبتاع كده، في الاخر عندي كده ما لقاش حد معاه، لان في فرق بين واحد بالفعل عنده عقيده وعايز يناقش وعايز يدي نصيحه خالصه للوطن مش لنفسه. انا ايه مصلحتي كل الهوسه دي؟ ما انا شرحت لك انا ما كنتش هخش فيها دول، ان انا حسيت ان يعني انا بعد ما حصل ال 30 يونيو قلت انا بقى عايز اترك العمل السياسي وخلاص، انا خلصت المهمه بتاعتي، لان انا راجل لا هصطدم مع القوات المسلحه ولا هصطدم مع الراجل الرئيس اللي هو جه ونجانا من المصيبه اللي كانت هتحصل لنا دي، فانا مش عايز اخش في الرئيسه دي، ومشيت ماشي في حالي، بصيت لقيت الراجل ده بيهبل التهبيل ده وبيعمل الكلام ده كله والناس دي بتعمل حاجات كلها ما تمشيش مع الحزب، خلاص يا عم لا ومحاولة يعني تصويرك على انك يعني خصم للدولة يعني مش عايزين يقنعوهم بحاجة مش صح يعني، انا خصم دولتي مش فاهم يعني هي دولتهم ومش دولتي، هو ايه مصلحتي؟ طب ده انا راجل عندي مصالح اقتصادية انا يعني المفروض ما خصمش الدولة، لو انا راجل يعني خصم الدولة ليه يعني زي ما بيقولوا هم يعني مش فاهم. طب وانا خلافي مع جماعه الاخوان كان خلاف مش على دين ولا على خلاف على اسلوب حياه، دي ناس عايزه تعيشنا بطريقتهم واللي مش منهم يبقى عليهم وكلام من ده، انا اختلف مع الناس اللي دلوقتي دي في ايه يعني ليه؟ مش عارف. طيب حضرتك مصمم على استعاده الحزب؟ طبعا ما فيش حل تاني مش كده، ما ينفعش المسار اللي هو فيه ده دلوقتي يعني. طيب مهندس نجيب ساويرس الف شكر، مؤسس المصريين الأحرار. أما تقعد تتأمل في الحياة